ولذلك ديروا بالكم، انتبهوا هون، الموقف اللي حصل في غزة راح ينعكس. عندك مليارين مسلم على فكرة، عندك الآن مليارين مسلم وأكثر لعلمكم، بظلهم يقولوا مليار ونص، بنقصونا 500 مليون، ها أكثر من مليارين. الأمة هاي بتشوفك، وهالبطولة هاي على فكرة في أمتنا كثير، في كثير ناس مشوا وراء بطولات وضلوا الطريق هنا وهناك لأنهم شافوا أمامهم بطولات. ما شفتوش الناس اللي كانوا مثلا يكونوا شيوعيين ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لما مثلا الناس في يوم من الأيام شافوا جيفارا بطل من الأبطال، مش راحوا في اتجاه فكر مثلا ماركسي، اتخذوهم قبلة. الآن ما عادش في الأمم قبلة، الله سبحانه وتعالى صار يظهر لك بطولات منك انت. هذا بيؤدي على فكرة الى رجعة هائلة لملايين، رجعة هائلة الى الفكرة الصحيحة ملايين البشر. انتوا بالكم الصحوة جاءت من فراغ، لما كان المسلمين دعايتهم مجرد فكرة لحالها ما كانتش كافية، الناس بدها واقع. لما بدأت الناس تلمس واقع صرت تشوف زي النار في الهشيم، رجوع الناس الى الحقيقة، لانه الناس كانوا بعيدين عن حضارة الأمة لأمرين. الأمر الأول كانت الأمة متخلفة وشايفين أمامهم أمم يعني متقدمة، اثنين مش شايفين بطولات، مش شايفين قدوات. الآن ما عادش في العالم قدوة تقول فلان، لا عدت تقول جيفارا ولا عدت تقول فلان، ها من الناس من خارج، لا الآن صارت البطولات في أمتك أنت، وبالتالي تبدأ الروح ترجع للأمة، الأمة ترجع لحضارتها. ولذلك هالمعركة هاي هي من ضمن السلسلة في رجعة الأمة إلى ذاتها وحضارتها. وسبق قلنا نذكركم إنه الدراسات الغربية تقول، ما هو البشر بشر، بتقول إنه 66% يعني أقصد ثلثين البشر ما بيستطيعوا يقيموا الأفكار، بيحتاجوا ل مثال حسي، ثلثان البشر وثلث فقط من الناس، 33 وأعشار من البشر اللي بيستطيعوا يقيموا الفكرة ويدركوا قديش هي الفكرة صح أو غلط. وكثير من الناس كانوا بعيد عن الفكرة الإسلامية لأنه بقدرش يقيمها ومش شايف مثال، صار الآن عنده مثال. فلو بدنا ندرس الآن انعكاسات مش بس على العالم الإسلامي على فكرة، والعالم الآخر زي ما أنتوا يا المسلمين في يوم من الأيام نظرتوا إلى العالم الآخر، ها العالم الاخر، ماو سي تونغ فهمنا، جيفارا فلان 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 فلان، ها جياب، الاسماء هذه اللي كانت كلها غريبه عنا، ها انتوا غريبين عنهم ونظرتوا لهم وثقوا. العالم الان بنظر لكم وبلفت انتباهه الاسلام، وبلفت انتباهه المسلمين هذول اللي بيخافوش الموت. مين هذول؟ هذا الآن راح يكون زي النار في الهشيم، ولما تنتهي حتى إسرائيل بيكون كل شيء صار ورجعت العالمية الإسلامية للعالم كله، بس هل كله عم بتهيأ قاعد. إذا لو بدنا نجي ندرس القضية الآن، لو بدنا نجي نتحاسب ونشوف قضية الربح والخسارة، هذه قضية بالطول، ولكنه موقف الآن ما في حدا فيكم نادم عليه. لو قيل لكثير منكم الآن لو ما حصلتش، ولا لو حصلت شو بتفضل؟ صوت بس، لو يعملوا هيك يعملوا تصويت، مش بقولوا ما فيش لهم انترنت، يعملوا لي تصويت، التصويت التالي رأيك لو ما حصلتش الحرب او حصلت انو افضل، وشوفوا الناس شو تقول، لانه الان طلعت منها الناس شو يعني؟ يعني شايفها منيح الان، صارت بتشوف، طلعت منها، شو راح تصوت؟ بجوز هي فيها تقول لك بلاش منها، لانه لما طلع منها الان بقدر يقيم اكثر، وراح تشوفوا كمان النتائج اكثر واكثر لقدام. قلت لكم في اتفاقيات من تحت لتحت، وانتم بتشوفوا منها الان، وانتم بتشوفوا من الاتفاقيات اللي من تحت لتحت هاي بتتنفذ قاعده من هون ومن هون ومن هون ومن هون. ها الان لو بدنا نقيم ايش بنقول؟ قتلنا الناس، انقتلوا الناس، مين قتلهم؟ ابوه وابنه واخوه، وانت مالك طيب؟ انت ولي دمهم ابوه واخوه، هو اللي بيقاتل، ولي دمه المقاتل،